صباح الخير عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم رايح ندير لكم تقويم في الرياضيات، هكذا تاخذوا فكره. كنا درنا تقويمين في اللغه، حبيت ندير هذا التقويم في الرياضيات باش تاخذوا فكره ومنتم مراجعه لاولادكم. قبلوا هذا قبل التقويم، مازال ما درناش مشكله جمعيه او طرحيه. هامليك كاين ثلاث مشكلات رايح نديرهم معكم، وعندي مقارنة الأعداد من 0 إلى 29. مازال ما درت شوية تمارين عليهم كما راكو تشوفوا، قلت معليش ندير لكم التقويم من بعد نولو الحدوك. بون، نبداو مع التمرين الأول. اكتب العدد الذي يلي والعدد الذي يسبق في كل خانة. عندي 31، 32، 33. عندي 21، 22، وقبلها 20، 20، 21، 22، 45، 46، 44، 44، 45، 46. التمرين الثاني، قارن بإحدى الرمزين أكبر وأصغر. نقولوا 28 أصغر من 32، دونك رايحين نستعملوا هذا الرمز. 13 أكبر من 11، 46 أكبر من 14. نروحوا للعشرات، هنا 4 وهنا 1، 4 راه كبير على 1، دونك 46 راه كبير على 14. 29 أصغر من 42، 2 أصغر من 4. نروحوا للتمرين الثالث، أكمل ملء الجدول حسب المثال. عندي العدد، درنا الكتابة الجمعية يعني فككناه. 22 هي 10 زائد 10 زائد 2. شرحوا لولادكم، 10 زائد 10 زائد 2، 0 0 2 2، 1 زائد 1 2، كما راكو تشوفوا معايا. نكملوا بنفس الطريقة الأعداد الأخرى، نكتبوها بالحروف. 22، نروحوا ل 37. 37 وشنو هي؟ رانا في 30. 30 شحال مكونة من 10؟ مكونة من 10 و10 و10، دونك 10 زائد 10، عندي 20، مازال ما لحقش ل 30. 10 20 30، 10 20 30 زائد هدايا الوحدات نحطو في الاخير. 10 20 30، 30 زائد 7 تمدلي 37. 37 و 30. عندي 18. شحال عندي هنايا؟ عندي 1، دونك رايحة تكون عندي 10 واحدة. هنا عندي 2، معنتها رايحين يكونوا عندي 2 عشرات. هنا عندي 3، رايحين يكونوا 3 عشرات. هنا وحدة رايحة تكون 10 واحدة. هنا عندي 5، رايحين يكونوا 5. دونك نكملو هنا، زائد 8 ونكتبو 18. 54، عندي 10، قلنا شحال عندي من 10؟ عندي 5 عشرات، وهذه 2 وهذه 3 وهذه 4، 1 2 3 4، 5، ونزيدو عفوا 4 في الأخير. نكتبها لكم هنا واضحة، هاي لك 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10، 1 2 3 4 5، وفي الأخير 4. يعني هذه هي هذه برك باش تكون واضحة. ونكتبوا العدد بالحروف، 54 بهذه الطريقة.
نروح للتمرين الرابع. رتب الأعداد ترتيبا تصاعديا، يعني من الصغير للكبير تصاعدي. رانا طالعين رايحين نشوفوا 17 24 45 54 31 62. راح نشوفوا العشرات، عندي 6 و3 و5 و4 و2 و1، هذا الصغير. 17 من بعد 24 من بعد 31 من بعد 45 من بعد 54 من بعد 62. نروح للتمرين الخامس. اكتب اسم كل شكل. عندنا مثلث، عندنا مربع، وعندنا مستطيل. بهذه الطريقة فهذا التقويم تعرفوا المستوى تاع ولادكم، ديروه لهم كل اختبار كتبوه لهم، والعشية ان شاء الله خلوهم يحلوا وحدهم. بيان سور تقراو لهم التمرين كيما تقراهم الاستاذه في القسم، وخلوهم يحلوا كيما جات كلا، تقول له ما يقعدش يسقسي دا ولا هكذا، خليهم يحلوا وحدهم. برك الاطفال اللي مازال ما لحقوش يعني الاعداد فوق 29 اكسيتها، تقدروا تبدلوا لهم الارقام، خلوهم تحت 29 واللي يعرف سيبون. خلاص نكملوا مع المشكله. عندنا تريد ليلى شراء قصة ثمنها 34 دينارا وقلما ثمنه 13 دينارا، كم دفعت للبائع؟ ديروا بهذه الطريقة أحسن باش يتعودوا الأطفال على الحل. الجواب للأجوبة، وعندنا العمليات، وهنايا كنا نكتبوا الحل. درقة ليلى حبت تشري قصة ثمنها 34 دينارا وقلم ثمنه 13 دينارا، قال لك كم دفعت للبائع؟ مش من عملية حنديرو، رايحين نديرو عملية الزائد باش نعرفو شحال سقامو لها بين زوج، يعني القلم والقصة. نحسبو، عندي 4 + 3 = 7، 3 + 1 = 4. ونعودوا أطفالنا يكتبوا العملية أفقية، 34 دينار زائد 13 تساوي 47. دفعت ليلى، يعني هذا الجواب اون جينيرال يكون في السوجي واجد، الاطفال برك عليهم يكتبوا النتيجه اللي لقاوها. يعني هنايا دفعت ليلى 47 دينارا للبائع بهذه الطريقه. وبهذا نكون كملت الفيديو تاعي لنهار اليوم. استنوني في الفيديو المقبل باذن الله، رايحه نكمل معكم الدروس كالعاده. وبهذا نقول لكم تهلاو في رواحتكم وفي وليداتكم، وسلام.